أعزائي الطلاب، الله يعطيكم العافية. اليوم أنا جاي أناقش معكم موضوع قديش لازم أكون مخلص من مادة التوجيهي، لأنه هاي الأسئلة أنا بسمعها كتير. طبعا هاي الأسئلة بتنشأ بطريقة عشوائية، يعني ما إلها أي أساس ولا أي دور، وما بتوقع أنه في أساتذة أو طلاب بيطلعوها إلا لعدة أسباب. أنه مثلا بدي أحاول أخلص مادتي خلال شهر شهرين عشان أول ما يجي الفصل أبلش بداية جديدة وما يكون عندي رواسب إذا بنقدر نسميها من الصيف. طيب هلأ موضوع أن أنا شو لازم أكون خاتم من هون لشهر 9 لما تبلش المدارس. بصراحة مش لازم تكون خاتم إشي، يعني أنت نفسك والأستاذ والطالب والإدارة وكل الدنيا بتعرف انه الطالب بتاخذ معه شغلة التوجيهي سنة، يعني احنا بنقعد في المدرسة نشتغل حوالي سنة عشان نوصل الطالب للمرحلة اللي يروح فيها على امتحان التوجيه اموره تمام وصلى الله وبارك. ما بصير انا اجي اختم له بشهر، ولا بصير اجي اختم له بشهرين، ولا بصير اجي اختم له بفصل. طبعا هذا الحكي اللي انا بحكيه مش هجوم على حدا، ولا بهمني حدا الا الطالب، بهمني تشتغل صح. والسبب استاذ انه انت عندك هالست سبع وحدات او خمس وحدات او اربع وحدات حسب مادتك، هدول الوزارة وانت كاستاذ حاطط لهم تخطيط انهم ياخذوا معك مثلا ثمان شهور. كيف تيجي انت تخطط انك تعطي لطلابك مدة لا تتجاوز الا الشهر والشهرين؟ تمام. هلا انا اللي حابب احكي لكم اياه، مجرد انك بلشت تدرس الله يخلف عليك ويعطيك العافية، هذا انجاز رائع، واللي ما بلشش يبلش من اليوم. انا بنصحكم في دوسيتي لاني تعبان عليها صح. طبعا دوسيتي زي ما حكيت لكم تشتريها من المكتبة، انا بصلنيش اشي ولا بدي يصلني اشي، بدي يصلني بس دعواتك. المهم بيجي الطالب انه مش بكفي هو بلش يدرس الله يعطيه العافية وشكرا له، لا بنيجي بنحكي له انت لازم تكون خاتم، لوين تكون لازم موصل، لا فيش داعي. يعني اصلا انا مثلا مبلش عندي 8 حصص كلهم لو دمجناهم بطلعوش حصتين، لانه انا بعتمد على اسلوب اني ادعم الطالب نفسيا بشكل لا يعقل، بشكل خرافي. ادعمه نفسيا، ابني عنده الثقة قبل ما ابني عنده مادة. ما هي المادة مبنية، كل سنة بنبنيها هاي المادة عند بقية الطلاب في المدرسة وفي المركز وفي هون وفي هون. فهذا السؤال لما ينشأ عندي انا انه استاذ انا قديش لازم اكون خاتم، بصراحة أنا يعني بشعر أنه الطالب أحياناً بتم تضليله، سواء من أصحابه، سواء من مدرسين، سواء من مواقع، يعني بغض النظر. هلأ إحنا بنبدأ هاي قلت لكم مرحلة التأسيس بنبدأ فيها من العطلة الصيفية تبع الطلاب الأول ثانوي. أول إشي بنتأكد إذا لا سمح الله عنده أعراض ضعف أو أي مشكلة وبنحط لها علاج. يعني أنا الحمد لله بقضي كل يوم مش أقل من ساعتين أرد على المسجات والتعليقات اللي موجودة عندي، من فضل الله ولا تعليق سلبي ولا مسج سلبي. وكل الناس اللي عندهم خوف وعندهم ضعف كله بنحوله لإيش؟ بنحوله لدعم معنوي، لأنه إحنا في الواقع بحاجة حدا يدعمنا، مش بحاجة حدا غراب ينعق. إحنا مش بحاجة حدا ينعق، لأنه السنة الجاي في إلها همومها وفي إلها مشاكلها اللي بتنشأ من جوانا، يعني مش هي فيها مشاكل، هي سنة عادية. اللهم إنه أنا مش متعود أدرس، بدي أرجع أغير وضعيتي وأرجع أعرف أدرس. هذه هي المشكلة اللي بتمر على بعض الطلاب، أما بقية الطلاب سلامة خيرك زيها زي أي سنة. وأنا والله العظيم بحكي عن حالي، وأنا بطلع لي أحكي لأنه أنا في التوجيه جايب معدل، جايب 82.8 ورجيتكم شهادتي. بطلع لي أحكي لأنه أنا تحولت من طالب صفر لطالب جبت معدل ونحط اسمي في الجريدة، وكنت الأول على 3 شعب في مدارس جوهرة العروبة. تمام. فلذلك أنا بحكي لك شو تسوي في العطلة الصيفية، بلش راجع مع الأستاذ مع نفسك بأي طريقة. خلصت 4 صفحات 6 صفحات 10 صفحات، خلصت وحدتين. أنا بالنسبة إلي من هون لشهر 9 إذا كنت خاتم الوحدة الأولى يعني راح أزغرت في عبي. والسبب السبب انه انا الوحدة الاولى هي مراجعة لكل قواعد الاول الثانوي، يعني كتاب التوجيهي الوحدة الاولى فيه كل مراجعة الاول الثانوي، وبلس انه بكون انا اسست الطالب وجهزته حتى لو بنسبة 20%. في طلاب طبعا بتأسسوا 100%، بس انا خليني احكي عن الطالب الضعيف اللي بيحتاج اكتر من مرة شرح. خليني انا اكون اسسته وزبطت له اموره بنسبة
20% على الأقل بروح على المدرسة معاه خبر، مش إنه صفر، تمام؟ فلما يروح على المدرسة معاه خبر، هون أنا أنجزت، هون هو بيمشي مع أصحابه بنفس الخانة، ما بتأخر عنهم، ما بيصير عنده ردة فعل، ما بيصير يروح لأهله يعمل لهم مشاكل، بدي خصوصي، بدي كذا، أنا والله غير أرسب كل منكم، لا، هذا بيكونش في معيارك نهائيا، هذا الحكي ما بيكون في معيارك نهائيا. فرجاء أستاذ، إذا ما كانش الشخص اللي أنتوا يعني بتسمعوا له أو كذا عفوا، إذا ما كان الشخص أوثنتك يعني معتمد وأصلي، بنصحكوش تسمعوا له، لأنه في ناس والله العظيم يعني طلاب، أول إشي هو غير مؤهل إنه ينصح بسبب إنه هو كطالب يعني ما كمل، أو مثلا كان غضيب والدين، ما يسمعش كلمة أهله، ما جابش علامة، نجح يعني بمعدل منخفض، فما بصير أنت تنقل للناس وتعمم تجربتك. لذلك حتى الناس اللي بتجيب معدلات بتقول أنا بدي أحاول أفيدكم، مش بقول اسمعوا كلمتي وامشوا زي ما أنا مشيت، لا هذا الأسلوب فرعوني، وهذا الأسلوب ما حدا بيتبعه ولا يفضل إنه حدا يتبعه. الشغلة الثانية، في بعض الناس مش أوثنتك، بعض المدرسين اللي أنتوا بتشوفوهم على الفيسبوك وهون وهون، هدول مش مدرسين، يعني هدول بحياتهم ما دخلوا مدرسة، ولا بحياتهم توظفوا في مدرسة، ولا في حياته عمل خطة، ولا في حياته عمل خطة علاجية، ولا في حياته عمل تأسيس، ولا في حياته دخل على صف فيه 20-30 طالب، كل واحد من هدول الطلاب إله مستوى. هاي شغلة احنا بنحكيها بنسميها differentiation. هذا الأستاذ لما يكون بحياته ما دخل على مدرسة، وأنا بنصحكم لما تيجي تدرس عند أستاذ حاول انك تركز وين بيشتغل، وين بيشتغل، لانه بهمك اكون استاذ. انا مثلا بدي اكون مثلا اصلح سيارات، وانا بالاساس بشتغل مثلا مذيع تلفزيون، بزبطش حتى لو انا حريف، يعني ما بزبط. واحد يدرس انجليزي وهو مش دارس انجليزي ما بزبط. فلذلك ديروا بالكم من الشخصيات المزيفة، تمام؟ استاذ بتفوت على بروفايله بتعرف انه كان يشتغل هون وهون وهون، انا بشتغل في المدرسه المستقله، بيقدر اي حدا يفوت عليهم يبعث لهم مسج مرحبا هاد بيشتغل عندكم، والله بيشتغل عندنا، كيف وضعه، تمام او بخزي. سوري عشان بضلني اعمل هيك بس ما بعرفش ايش مالي. فهذا مش هجوم على حدا، ولكن هذا عشان الاستخفاف بعقليه الطالب، لانه حرام، بكفي استخفاف بعقليه الطالب. المره الماضيه اجينا للشخصيات والاشكال اللي بتقول للطالب تبلشش، يا اخي اخبط راسي بالحيط، يعني انا اقوم اخبط راسي بالحيط. كل الناس وكل الاهل وكل كوكب الارض بقول لك بلش. ليش؟ لو في مراكز، استاذ خليني اسال هالسؤال، لو في مراكز بيحكوا لكم بدري ولا كان زمان مبلشين؟ لو في مراكز والمراكز فاتحه، لو في مدارس، لا اجل شوي استاذ بدري، والله يا استاذ ارجع لجروبات السنه الماضيه وشوفوا لي اذا كان في حدا بيحكي بدري، بس عشان في فلوس وفي مراكز الكل كان يبلش. من امتى استاذ؟ من قبل ما تنتهي السنه، بشهر 5 بشهر 4 يكونوا مبلشين مع طلاب التوجيهي الجيل اللي بعده. هلا بلشنا نحكي بدري يا زلمه، هذا اهبل، بده يخليكم تدرسوا من هسه بتنسوا وبتزهقوا ياي. لا استاذ، بتتاسس وبتزبط امورك، بس هم لانه مش مخلصين مع الجيل اللي قبل بلش يحكوا زي هيك. المهم هذا الفيديو أنا سويته ردا على الشخصيات اللي بتبث التردد، واللي بتبث الخوف، واللي بتبث كل إشي سلبي لطلاب التوجيهي، سواء كانوا طلاب أو مدرسين أو أهالي، الناس اللي بتهمها مصالحها الشخصية، مركز، بطاقة، خصوصي، مدرسة، هذا كله إشي برجع لك. المهم العولمة خلت العالم هلأ كله بين إيديك، أنا هاي الموبايل هذا بين إيدي، وأحلى إشي في الموبايل إنه أنا بدير وجهي هو بالحقني، يعني ما تحكي لي إنه فيش ذكاء، في ذكاء اصطناعي مش طبيعي، هذا الذكاء حاول أنت تستخدمه عشان تلعب لك لعبة ببجي وتأسس حالك شوي. أنا مش ضد اللعب، أنا مع اللعب إذا كان إشي بتحبه، ولكن بلس إني مع اللعب، أنا مع إنك أنت تمسك لك فيديو تأسس حالك فيه عشان يومت ما تيجي النتائج إن شاء الله نفرح في الابتسامة اللي بتنبس
تنرسم على وجهك، نفرح في الابتسامة اللي راح تنرسم على وجه أهلك، تفرح أنت في روحتك على الجامعة، وما تكون إنسان متخلف. ما تبلش بنفس الوقت في فريق آخر بقول لك لازم تكون خاتم المادة. ألطم يا جماعة، شهرين بختم فيها مادة أنا، ولو ختمتها مش هاي شلفقة. ألطم، وين التقوى؟ وين مخافة الله؟ يعني الواحد مش ضروري يكون شيخ، ترى أنا هاي لحيتي موضة، بس أنا عندي هون جوا قلبي في مخافة الله سبحانه وتعالى. فتردوش عليهم أستاذ. القافلة تمشي والكلاب تنبح، بس أنا لأنه شخصية الكلب شخصية منيحة ترى، هي وفية وهيك ومتفائلة، في عز الثلج بكون يمشي، ولكن بدي أحكي القافلة تمشي والغربان تعوي. تمام، بلشوا في التوجيه أستاذ. والله مش تسويق إلي، والله مش تسويق إلي، بديش حد يدرس عندي. إذا أنت شايف إنه في حدا تاني روح توكل على الله، خليك عند أستاذك. أنا مش من النوع اللي ممكن أسحب طالب، ولكن أنا حبيت أسوي هذا الفيديو أحكي لك أدرس وبلش، ومش مهم إمتى. يا حرام طالب بتبعت لي مسكينة حالتها حالة، بلشت تدرس للتوجيه كيف حالها، وبلشت تتأسس حالها، وبلش يختلف وضعها. أستاذ قديش لازم أخلص؟ خايفة أكون مش ملحق أختم. يا عيب الشوم عليكم، خليت الطلاب يترددوا. يا عيب الشوم، بس عشان جيبتي لازم أنا أعمل هيك في الطلاب. المهم الله يعطيكم العافية، استنى إن شاء الله نجاحكم بإذن الله تعالى، واحضر هذا الفيديو شيروه للطلاب، لأنه فيديو مبارح بعرفش كم جاب مشاهدة، والله خلينا أشوف. بصراحة جاب عدد هائل من المشاهدات، أنا مش قاعد بلم على المشاهدات 455، ولكن هذا بيعطيني انطباع إنه الإشي اللي أنا عملته حضروه 455 54 واحد 471 واحد. ال 471 واحد هدول خليه يتأثر منهم 200، وخلي كمان من هدول ال 200 خلي منهم 100 يعمل الإشي الصح إن شاء الله تعالى، وينبسط ويدعيلي. أنا هذا هو هدفي، هذا هو هدفي، زي ما الناس زمان وإحنا صغار فادونا ودعمونا، هدفي إني أنا إن شاء الله أكون بدعم إخواني الطلاب الحلوين، وهذا اللي بدي إياه. بس شيروا لأصحابكم، وتنساش تشترك في القناة هذه، لأني فعليا بدي يصير فيها مشتركين، حابب يصير فيها عدد، بعرفش ليش، حابب إنه كل سنة تكون هي مرجع. والسبب إنه أنت بس تموت بضل إشي موجود على الأونلاين بيكسب لك حسنات، وأنت معكاش خبر ولا أهلك معهم خبر. فإذا كنت أنت شوي إنسان عندك مشاكل يعني، وهيك ربنا يمكن يكون غضبان عليك، بتلاقي حالك عندك محتوى الناس بتعمله وبتستفيد منه، بتتفرج عليه بتستفيد منه بإذن الله تعالى، وبتوصلك حسنات وأنت مش داري. زي الحديث هذاك اللي أنا مش حافظه، اللي بيحكي إنك أنت يوم القيامة بتروح بتلاقي جبال من حسنات. يا رب من وين هذا؟ أنا ما بعرفش يعني، ما سويتش زي هيك. بيحكي لك صدقة جارية أو إشي. الله يعطيكم العافية، بحبكم كلكم، ويشهد الله إنه أنا ما إلي أي مصلحة بهذا الإشي، ما إلي أي مصلحة معكم، إلا إني أعلم المادة اللي أنا بحبها، وأكون قوي في مادتي، وأكون منتشر عشان الطلاب اللي عندهم ضعف وأي حدا بلزمه. أما لا أطمح لا إنه حد يجيني خصوصي، ولا أطمح إنه حد يجيني مراكز، ولا أي إشي. ما بدي إلا رضا الله سبحانه وتعالى، وأكون في قلوبكم إنسان كبير. والله يعطيكم العافية، ومع ألف سلامة حبايبي طلاب جيل 2003 المحترمين.